من الصبح. صباح الخير لكم مشاهدينا، ما أحلى أنه نبلش نهارنا بالموسيقى، خصوصا إذا كانت موسيقى فرحة، وخصوصا إذا كان نهار الأحد اليوم 5 آب. بدنا نتمنى لكم أنه يكون نهار كله فرح، كله هيك أكشن، وأكيد أكيد كله سلام وراحة بال. نحن اليوم بأم تي في ألايف محضرين مثل العادة حلقة مميزة بنهار الأحد. حلقتنا بتكون ميلة أنه تكون فنية أكثر، ودايما مع كل شيء جديد بلبنان. نحن بالصيف، صيف لبنان غني كتير بالمهرجانات الفنية، حتى المهرجانات والأحداث الدينية وغيرها. رح نعرض كل شيء اليوم عليكم مشاهدينا خلال حلقتنا بأم تي في ألايف. أنا وزميلي إلي، بونجور إلي. خليني أتغزل فيك اليوم بالفستان الأحمر الغير شكل والقالب غالب. تانكيو إلي، وتانكيو لساندرو فيروني اللي دايما عم بيكونوا هيك عم بينقوا لي قطع فريمون هيك. رانيا بندعي المشاهدين بحلقة عن جد سبيسيال رح نبدأها مع مسيو جورمي. رح بيكون في عنا أغاني شرقية على آلة الكمان مع غسان يمين بميوزيكل. رح نحكي عن تقنيات الصوت والصوت كيف بنحافظ عليه مع مرور الوقت مع مدرب الصوت ومغنية الأوبرا أراكس كيشيان. وعنا يعني ختام الحلقة فخورين فيه كتير، الفنانة الكبيرة والعظيمة هايدا شلهوب رح تكون بيناتنا. اكيد رح تحكي انت كمان عنها. شو بدي احكي؟ لمشتك مجروحة، جيتي مجروحة اكيد بهالسيدة يلي عن جد بنفتخر فيها نحن كسيدات. سيدة عطيت قيمة للفن، عطيت قيمة للمرأة كمان، المرأة العاملة والعاملة تحديدا بمجال الفن. حافظت على هالرقي، على اخلاق، على الأمومة ايضا، وعلى نجاح كثير كبير رح نتعرف اكثر عليه نحن وياكم اليوم مشاهدينا، وعلى كل مسيرتها وكيف قدرت توصل لها النجاحات. اماكن ما حدا قدر من السيدات لهلا يوصل لها، عم نحكي بعالم الفن الشرقي بلبنان، بالاضافه كمان للمهرجانات يلي عم بتكون بلبنان، تحديدا اليوم مهرجان لقبيات مع السيده سينتي حباش، مهرجان اهمج مع الاستاذ نزيه ابي سمعان. خليكم معنا. بنقول ان كمان رانيا الليله ليله عيد الرب، بدنا نعايد الكل وان شاء الله ربنا ياخذ بايد اهل هالبلد لحتى ينهضوا فيه ويبقى متجلي بكل فعل حب بنشوفه، وتكثر هالافعال تنضل نشوف ربنا بعيون الناس وبحياتنا وتصير حياتنا فيها سلام وفرح ان شاء الله. امين لهالحكي الحلو الي. رح ناخذ وقفه صغيره، نحن منتابع معكم بعد شوي.